بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أفرغ على إخواننا الذين يبيتون في العراء صبرا، اللهم أفرغ على إخواننا الذين يبيتون في العراء صبرا، اللهم أدفئهم يا الله يا كريم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم برحمتك يا الله يا كريم، اللهم فك حصارهم وفرج كربهم يا الله يا كريم. وبعد أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 72 من دروس قراءة وشرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ولازلنا أحبتي في الله في الباب الرابع، باب الصدق. نسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع عباده الصادقين، وأن يجعلنا من الصادقين. تكلمنا أيها الأحبة فيما يتعلق بباب الصدق، ذكرنا الآيات القرآنية الواردة في الصدق، وشرحنا الحديث الأول، ووصلنا إلى الحديث الثاني، وهو عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حفظت من رسول. طبعا كلمة عنهما على سيدنا الحسن وسيدنا علي. أبو طالب اختلف أهل السنة في كونه مات مؤمنا ولا لا. الإمام السيوطي رحمه الله من أهل السنة، الإمام السيوطي رجح وفاته على الإيمان، رجح وفاته على الإيمان، في له أبيات شعرية يقول فيها: فاصدع بأمرك، بيحكي للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فاصدع ما عليك غضاضة، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. صحيح الجمهور، جمهور أهل السنة بيقولوا مات على الكفر، لكن هنالك رأي قوي تبناه الإمام السيوطي وكثير من المعاصرين. الإمام السيوطي يقول في كتاب له: أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. بناء على هذا بكون رضي الله عنهم، لكنهم قالوا رضي الله عنهما تعود على سيدنا الحسن وسيدنا علي رضي الله تعالى عن آل بيت رسول الله وعن صحبه أجمعين. قال سيدنا الحسن: حفظت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، حفظت: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. طبعا رواه الترمذي وقال حديث صحيح. يقول طبعا سيدنا الحسن ليس له أي حديث في الصحيحين، البخاري ومسلم لم يروي عن سيدنا الحسن أي حديث، لأن كل الأحاديث التي رواها سيدنا الحسن 13 حديثا. الحسن سنتكلم عنه، قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، يريبك ويريبك، والفتح أفصح. قال النووي
قال بفتح الياء وضمها. لا، مش النووي اللي قال، العلماء قالوا، مش موجودة هنا. الفتح يريبك أفصح، وإن كان يجوز الوجهان، ومعناه أترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. سيدنا الحسن ابن علي يقال ولد في شعبان من السنة الثالثة، ويقال في رمضان، هو ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو سيد شباب أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن سماه النبي وكناه بأبي محمد النبي، وعق عنه النبي بشاه، وعق عنه النبي بشاه. يقول بعض التابعين: سألت الحسن حدثني عن حديث حدثك إياه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: كان طفل، يعني هو ولد سنة 3 للهجرة، يعني أدرك من حياته مع النبي 7 أو 8 سنوات. فقال: أكلت حب التمر من تمر الصدقة، وتعلمون أن الصدقة حرام على أهل محمد. قال: فأخرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من في بلعابها، يعني طلع التمر كلها وحطها مع التمر، مع تمر الصدقة. فقيل له: ما عليك، أن لو أكل الطفل طفل غير محاسب، غير مؤاخذ، لكن هذه التمرة، والتمرة حرام على أهل بيت النبي، ستؤثر في بناء الطفل. سبحان الله. قصة إمام الحرمين. نعم. إيش قصة إمام الحرمين؟ لما دخل عليه ولقى بيشرب من الجارية اللي مشي له. والد إمام الحرمين رب حاول أراد أن يربي ابنه أبا المعالي إمام الحرمين على الحلال، ما بده يأكل شيء حرام، كان يتحرى الحلال في كل شيء. دخل على البيت فوجد جارة لهم بترضع بالولد، لقمة شرب لقمة حليب من جارية، فانتزع الصبية منها. قال: مالك طفل قاعد بعيط وأمه مشغولة؟ وقال: هذه الجارية ملك لسيدها، ولا يجوز أن تأذن بالحليب، ولا يجوز أن ترضع هذا الطفل إلا بإذن سيدها، وما في إذن. إذن هذا اللبن مشكوك في حله، وإحنا قاعدين نتكلم عن الشك. قال: مشكوك في حله. يقول سيدنا أبو المعالي إمام الحرمين، قال: وأنا أحكي بالدرس كان تجيني لثغة. مرة واحدة صارت تلعثم في الدرس مرة. فيقول أبو المعالي، قال: والله أظن أن هذه اللعثمة من تلك اللقمة، اللقمة هاي سوت له لعثمة. يعني إحنا مليح ما نعرف نحكي قد ما هالخبائص اللي أكلناها، الله المستعان. فالمهم، سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يريد من ابنه الحسن. طبعا كلمة ابن تطلق على الابن وابن الأخ وابن الابن. النبي قال: لا يريد أن يأكل ولو شيئا مشبوها مشكوكا فيه، ولو حبة تمر. النبي من قصص الحسن أنه النبي كان يخطب، وأجل الحسن كان ببيت جده، دخل طفل يحبو يدرج، فإجا النبي شاله وعلى المنبر نزل وشاله، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين على يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وحصل ما كان. طبعا إذا أردت أن ترى مثالا حيا على من يترك السيادة والقيادة والحكم، بويع خليفة بعد وفاة أبيه لكنه آثر الحياة الدنيا، أدرك أن الأمور لن تستقيم لأحد الطرفين، أهل الشام أو أهل الكوفة أو معاوية، أو بين معاوية والحسن، لن تستقيم الأمور إلا بإراقة آلاف مؤلفة أو عشرات الآلاف من الدماء، فآثر أن يترك الخلافة. طبعا مات مسموما، حتى في بعض الروايات أن كبده خرجت من فمه من شدة أثر السم. طبعا الروايات تقول مات بالأربعين، 45 44، هو مات بالأربعين، يعني ربما في سنة 44 في سنة 45، أقوال يعني. طبعا
في حدود الأربعين سنة كان عمره رحمه الله تعالى، وهو من حكماء قريش ومن سادتها ومن الأسقياء فيها ومن أصحاب الحكمة فيها. يقول إنه سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: دع ما يريبك. الريبة من راب وأراب، حتى تفهم معنى الربا ارجع معي لأول سطر بعد الفاتحة في كتاب الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إيش يعني لا ريب؟ لا شك. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. فالريبة هي الشك، الريبة هي الشك. قال: دع ما يريبك، أي شيء تشك فيه اتركه، أي شيء يداخلك فيه الشك ما بدك إياه. طبعاً هذا أمر إرشاد، أمر استحباب، مش أمر وجوب. يعني بمعنى دخلت على الخضرجي لقيت عنده شوية زيتون، شوية بطاطا، شوية بندورة، تقعد تفسر وتقيم يعني مسروقات مش مسروقات، مسقيات بمي نجسة مسقيات، لا يعني أنت في مثل هذا إذا كانت الأمور الأغلب إنها حلال حلال، لكن بيجيك ولد معه دلو زيتون طالب فيه ربع ليرة، دلو 4 كيلو زيتون، شو بخطر ببالك؟ سارقهم، سارقهم، لا تشتريهم، لو دعطني تأخذ النس منه. دع ما يريبك، لا ما تشك فيه، دع ما يريبك. يا سيدي إذا كان ولا بد، إذا رأيت أنه محتاج أعطيه ربع ليرة صدقة، لكن لا تطعم أولادك من هذا الزيتون المسروق. إذا شفت أنه فعلا محتاج بده طالب فيه ربع ليرة نص ليرة أعطيه نص ليرة صدقة، لكن لا تدخل إلى بيتك مالا مشكوكا فيه. بس هذا الأمر اللي هو أمر ترك الشك وترك الأمر المرتاب فيه أمر استحباب ليس على الوجوب. يعني أنت متى يجب عليك أن تترك الحرام؟ لما تتأكد أنه حرام. لكن إذا شككت فيه الأفضل، الأفضل أن تترك. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني بتترك الأمر المشكوك فيه إلى الأمر المتيقن فيه. طيب، فإن الصدقة هنا هذا يعني ليش الإمام النووي وضع هذا الحديث في هذا الباب؟ فإن الصدق طمأنينة. يا أخي دور الصدق، راحة البال، طمأنينة، ترتاح. المؤمن يرتاح إلى الصدق وينفر من الكذب، ينفر من الأمر المشكوك فيه، ينفر من الأمر المختلط حلاله بحرامه. ولهذا قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. قلنا إحنا ما روي عن الحسن رضي الله تعالى عنه 13 حديثا، بس كلها في أصحاب السنن 4، ما روي في الصحيحين شيء. ليش؟ لأنه هو لقاؤه مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قليل. ربما روى أحاديث عن أبيه، عن ابن عباس روى أحاديث عن آل بيت رسول الله عن أبيه، لكن الأحاديث التي رواها عن جده صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده قديش؟ 13 حديث. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح. طبعا الحديث رواه الحاكم ورواه أحمد ورواه أبو يعلى ورواه النسائي وغيرهم. روي عن أبي هريرة وروي عن ابن عمر، نفس الحديث روي عن أبي هريرة وروي عن ابن عمر وروي عن بعض الصحابة. في بعض الروايات كان موقوفا على الحسن وفي بعض أو عفوا موقوفا على أبي هريرة، وفي بعضها موصول. يعني الإمام الترمذي قال عنه حديث صحيح وصححه وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني. طيب، هنا نقرأ قول النووي في معنى يريبك أو يريبك، اللي هو الذي تشك فيه، وزي ما حكينا ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. أما الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب فهو حديث عن أبي سفيان صخر بن حرب. شوف، صخر ابن عبد، أعطيك اسمه صخر ابن حرب ابن
أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. نجي عشان تعرف قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم وعبد شمس، هاشم وعبد شمس شقين توم توأمان. طبعا باللغة ما منقول توأم، والله خلفت المرأة توم، توأمين أو ثلاثة توائم. التوأم هو الولد اللي فيه معه نظير في بطن أمه، منقوله توأمين لاثنين، كل واحد منهم توأم. ثلاثة توائم إذا جابت ثلاث أولاد ببطن واحد، ثلاثة توائم كل واحد توأم، مثل زوجين. بيجي بيقول لك الزوج زوج واحد ولا اثنين؟ لا، واحد الزوج واحد، بس واحد له مقابل. ما بتقول عن هذا الكأس أو هذا التليفون زوج، لا، بس بتشوف زوج الكنادر تقول هذا زوج أحذية، هاي فردي وهاي فردي، هذه اسمها زوج وهذه اسمها زوج. الجرابات هذا اسمه زوج، الله عز وجل قال وأنه الذكر والأنثى، الذكر زوج والأنثى زوج، فالزوج هو واحد له نظير، والتوأم واحد معه شريك في البطن أو اثنين أو ثلاث، يقولوا ثلاثة توائم أو أربعة توائم. لما يقولوا خلفت توم بالعرف بيعرفوا أنهم اثنين، بس لا، التوأم واحد من اثنين أو من ثلاث. المهم عبد شمس وهاشم أخوين، ويقال إنهم ولدوا بتوأمان في بطن يعني في بطن واحد، ويقال أن جسميهما كان ملتصقا فصلوهم بالسيف. تعرفوا التوائم الملتصقة، كان هذول الاثنين عبد شمس وهاشم، طبعا هاشم جد الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لماذا هو اسمه زيد؟ هاشم اسمه زيد. لماذا سمي بهاشم؟ لأنه كان يهشم الثريد، هو زيد بن عبد مناف. طبعا هاشم إذا استثنينا من الأشخاص الذين كانوا قادة وسادة في مكة، استثني إسماعيل عليه السلام وحبيبنا محمد، أعظم رجلين حكموا مكة قصي ابن كلاب، الجد الرابع أو الخامس للنبي قصي ابن كلاب، أظن أبو عبد مناف، وبيجي وراه هاشم. هاشم كان طبعا يعني كتب السيرة تروي عن قصي الشيء العظيم. هاشم مات عمره 25 سنة، لو عاش زي جده قصي 80 سنة ربما عمل الهوائل، لكن هاشم تعرفوا مات بغزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها. المهم إنه أبو سفيان صخر، اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، عثمان ابن عفان ابن عمه لأبو سفيان، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية. ولهذا لما قتل عثمان مين اللي طالب ثاره بدمه؟ ومعاوية، بقول لك ابن عمي وأنا بدي بدمه، مع أنه لما صار خليفة سامح بدمه بطل. المهم ما علينا، المهم أبو سفيان كان من أكبر المقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم. في العام السادس بعد ما عمروا صلح الحديبية، بعث النبي رسله إلى الملوك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث برسله إلى الملوك، بعث رسالة لهرقل، هرقل عظيم الروم، اللقب هرقل اسمه، هرقل اسمه. سلام، تقول أنت السلطان قابوس الله يرحمه، السلطان لقب، طب اسمه قابوس، بس سلطان هاي إيش؟ في سلطان وفي رئيس وفي ملك شيك. فالآن قيصر اسم ملوك زي القيصر والفرعون وكسرى والنج، هذه أسماء ألقاب الملوك. هذا القيصر شو اسمه؟ هرقل. بعث له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هرقل جمع حاشيته، شو هاي قصة؟ مين هذا النبي؟ مين كذا؟ قالوا هذا نبي عربي طلع بمكة. قال جيبوا لي من قريش في مكة، جيبوا لي أي تاجر. جابوا تجارهم 20-15 زلمة جابوهم. قال بتعرفوا محمد؟ قالوا بنعرف محمد. مين أقرب واحد منكم على محمد؟
أنا حكيت لكم يعني جد النبي مع جد أبو سفيان أخوة، فهو أبو سفيان ابن حرب كان أقرب الناس إلى رسول الله بالنسب طبعا. انسى أنه متزوج بنته، انسى بدك تدخلنا بقصة رملة بنت أبي سفيان هاجرت إلى الحبشة، أم حبيبة. رملة بنت أبي سفيان هاجرت إلى الحبشة، في الحبشة زوجها تنصر، اقتنع بالنصرانية، ترك الإسلام. هذه المرأة صفت وحيدة، ما بتقدر تروح على أهلها ولا هي قادرة تظل بالحبشة، فما كان من نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن أرسل إلى النجاشي، وكله، قال له اخطب لي أم حبيبة رملة، اخطب لي يا بدي أتزوجها. فخطبها النجاشي، خطبها، قال لها محمد ابن عبد الله وكلني أخطبك، ودفع لها السياق من ماله، ثم أخذوها على سيدنا النبي. لما علم أبو سفيان كمان، وإن كان هو كافر وبنته مؤمنة، كمان بخاف على عرضه، كيف بنته بالحبشة بالحالها، يعني خايف على عرضه، على لحمه ودمه. فلما علم أن النبي تزوج ابنته قال هذا الفحل لا يجدع أنفه، يعني الزلمي هذا مكارمه لا تحصى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في النسب في قرابة ما بين أبو سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هرقل جمع جماعة قريش قالوا مين أقرب واحد لمحمد؟ أبو سفيان. قالوا أنا. قالوا بدي أسألك كم سؤال، وإنتوا يا الجماعة كاملين جماعة قريش بتصف وراء، إذا كذب بس ارفعوا يديكم عشان أعرف أنه كذاب ولا لا. مو يمكن أبو سفيان لو كان قاعد قبالهم بده يكذب، بغمز، فيش يغمز، بده يسأله هرقل كم سؤال وبده يجاوب. فهذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رواه أبو سفيان رواه، طبعا رواه البخاري ورواه مسلم ورواه النسائي ورواه الحاكم ورواه أبو يعلى ورواه أحمد. إيش روى مختصر، إيش روى حديث طويل، حديث طويل جدا، إيش روى مختصر، إيش روى. فقصة هذا الحديث إنه أبو سفيان هرقل يريد أن يتحقق، أن يسأل هرقل عالما بالنصرانية، كان عالما بالنصرانية، فبده يتأكد هل هذا نبي فعلا ولا مش نبي. فسأل أبو سفيان بعض الأسئلة ليتأكد منها، من الأسئلة ما بعرف يمكن مش موجود هون، قال من أتباعه؟ قال الضعفاء. أبو سفيان بده يأسفل، شو بده يأسفل؟ أبو سفيان كان كافر وكان يريد إنه يصد هرقل عن الإسلام، فما بيقدر يكذب لأنه في وراء رصد، ما بيقدر يكذب، بس بأي نقطة يستطيع إنه يأسفن فيها سيدنا النبي أمام هرقل بده يعمل. منها قال له من أتباعه؟ هون فكر أبو سفيان إنه بده يأسفن النبي، أتباعه الضعفاء. قال والله ما تبعه إلا أراذلنا وضعفاؤنا. فشو هرقل قال له؟ لا والله ما زال الضعفاء هم أتباع الأنبياء، ما زال الضعفاء هم أتباع الأنبياء. إذن أبو سفيان يدخل عند هرقل في العام السادس قبل إسلامه بسنتين. قال النووي في حديثه الطويل، الحديث طويل طبعا، النووي هو بده كلمة الصدق من هذا الحديث، ما بهمه شو الصفاء ولا بده يدور على إيش، على الكلمة التي قالها أبو سفيان في وصف النبي أنه يأمرنا بالصدق. ليش بده الصدق؟ لأنه هذا الحديث كله هو في باب الصدق. طبعا روي في باب المغازي وروي في باب الزكاة وروي في أكثر من باب، لكن ما كان يهمه أبا سفيان، ما كان يهمه النووي من هذا الحديث الصدق. قال في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل بيسأل أبو سفيان طب إيش هذا، طبعا حديث طويل، شو نسبه؟ قال من أوسطنا نسبا، بقدرش يكذب أبو سفيان، بده يكذب. أبو سفيان قال والله لولا أنني خشيت أن تعدها علي العرب كذبة لكذبت. حرب بينه وبين النبي، حرب، فهو يريد أن يطعن بالنبي بأي شكل، بس خايف من اللي وراي كذبوا،
فما استطاع أن يقول إلا الصدق. سألوا عن نسبه، سألوا عن أتباعه، سألوا. قال هنا، قال فما يأمركم، يعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول أعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا. هاي كلمة لا تشركوا به شيئا هي تفسير لوحده، لكنها في ذاتها إسفين، بده يأسفن أبو سفيان، بده يأسفن النبي عند هرقل. هرقل مثلث، بقول الله وروح القدس وأب وابن، مش هيك؟ فلما قال له اعبدوا الله وحده، وكل الأديان، كل الأديان تعبد الله وحده، بس في ناس بيشركوا، فهو بده يقول له إنه ترى بخالفك محمد، يخالفك يا هرقل، أنت عندك أب وابن وروح قدس، لكن لا، هو اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق. هاي الصدق، هاي الكلمة اللي أرادها النووي من هذا الحديث. في بعض الروايات يأمرنا بالصلاة والصدقة، والاقتران بين الصدقة والصلاة كثير في نصوص الشرع. قال وفي بعض الروايات، أظنها رواية أبو يعلى رحمه الله، قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة. طبعا الصدق بصير، طبعا والصدقة بصير ثنتين. قال والعفاف، العفاف والصلة، الصلة صلة الرحم وصلة ما أمر الله به أن يوصل. طبعا هذه نبذة مختصرة، مختصرة جدا من الحديث. الحديث طويل، وفي سؤال عن النسب، وفيه طبعا هنا، لكن الإمام النووي أراد بس إنه إيش يستدل علينا بكلمة واحدة، إنه النبي في تعاليمه أمر المسلمين بعبادة الله وبالصلاة وبالصلة وبإيش، بالصدق، وهذا اللي بدنا إياه، وهذا الذي يريده الإمام النووي. وإلا فإن الحديث جميل لو رجعتوا له في كتاب الزكاة وفي كتاب الجهاد في البخاري وفي مسلم وفي النسائي وفي كثير من الكتب. المهم يقول الإمام النووي هذا حديث متفق عليه. حقيقة أنا اختصرت من في هذا الحديث كثيرا لأن الوقت أدركنا. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم كل أهلنا في غزة، كل أهلنا في فلسطين، كل أهلنا في لبنان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم أوقف الحرب عنهم، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم أطعمهم وأدفئهم، اللهم أطعمهم وأدفئهم يا الله يا كريم. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم واحمل عائلهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الحرب طالت عليهم، اللهم إن الحصار طال عليهم، اللهم فك أسرهم يا الله يا كريم، اللهم فك حصارهم وفرج عنهم. اللهم إنا نستودعك أمته حبيبك محمد، اللهم إنا نستودعك أمة حبيبك محمد، اللهم كل أمة حبيبك محمد، اللهم إنا نستودعك الأردن وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نستودعك بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب